حصلت مرة مثلا وقالوا انك بتعلي على علي الحجار لما محمد رمضان، لما احرج محمد رمضان، فقلتي كان بيجي لي المسرح كنت بستقبله حلو وكنت رد هو عليكي قال لك كنت بلف على شغلي انتصار، دلوقتي الشغل هو اللي بيدور عليا. طب هو رد حقيقي؟ لا رد كان يعني رد حاسس الناس، رد صح، رد حاسس الناس انه زعل انه خد على خاطره. ما هو بقى بين ان انت كنت بتخبطيه واحده بقى في عز نجوميته خالص، ان انت بقى كنت بتجيلي وانت غلبان. لا ازاي، وما هو لما كان صغير صغير بقى، غلبان مش غلبان، كان صغنن كانوا فانتا كده كان تقريبا، ايوه فاكراه، كان صغير، كان صغير قوي، هو صغير لغايه دلوقتي في السن يعني. ده اللي حصل. ما زعلش منك؟ ما تبكيش، ما حصلش حاجه زي دي؟ لا ما تبكيش. لا انا ليه قلت ده؟ ليه بقى؟ ما دايما نفسي. أيوة. نفسي ليه بقى؟ نبدا من اول السطر. ما هو ده بقى، بلاش ناخد من السطر ده. بس دي يلا بينا، دي صفه الاشاعات. دايما الصفصطه واللك الكتير والاشاع دايما ياخد دي لكلامك. كان هو حاكي قصه علي الحجار. وكنت انا في برنامج وكان في مذيعه زميله فبتقول لي ده كذا وكذا وكذا، او رايك ايه في كذا. فتقريبا انا كنت كاني بتجري لسؤال اني انقده، فانا ما رضيتش انقده، قلت لان هو ليه مكانه خاصه في قلبي، مكانه عندي. ليه مكانه؟ عشان كان زمان وهو صغير كان جه مره المسرح عندنا وكان لسه ما اشتغلش، وبعدين كان عايز كده، فكلهم كانوا مهتمين وانا اهتميت وقلت له مثل، فمثل احمد زكي كويس قوي ومحمد سعد كويس قوي، وكان معاه زميله، حتى بقى زميله ده قال لي، اتصل بيا قال لي انت ساره، انا الممثل فلان الفلاني اللي انت قلتي، وزميله كان معايا. كان السياق ده، كان ده السياق اللي عشان اهرب من ان انا انقده. انه ليه مكانه في قلبي. هو واللي كان معايا الممثل اللي كان معايا. جرجروكي في الكلام في برنامج بعد كده ونصحتيه انه يقفل بقه في الكلام عن حياته الشخصيه شويه. مين؟ محمد رمضان. لا مش هو، قلتش كده عليه هو. ما كانش هو. لا ما كانش هو، قلت كده على رانيا يوسف. كان مره في برنامج مع عمرو الليسي وقلت كده على رانيا، مش فاكره جاب لي حاجه كده على رانيا، مش فاكره كان اياميها في ايه، مشتعل عندها في حاجه، مش فاكره، قلت هي يا ريت يعني هي تقفل بقها بقى يعني ما تتكلمش على طول يعني.